هنبتدي اول حاجه خالص اللي هي تريتمنت اوف نيونيتال جوندس اللي هو مرض الصفرة. ده الحقيقه بيتكون في الجسم المرض ده او بيحصل في الجسم نتيجه لان بعض الاحيان الاطفال المولودين بيبقوا لسه الليفرز بتاعتهم بتبقى بريماتيور، ما بتقدرش ان هي تعمل الفانكشن بتاعتها بشكل مظبوط. اللي بيحصل ان البيلي روبين واحده من التوكسيك ويست برودكتس اوف ذا ديكومبوزيشن اوف هيموجلوبين فروم ذا ديد ار بي سيز. البيلي روبين ده انسوليبل ان ووتر اند كانوت بي اكسكريتد ثرو ايذر ذا كيدني اور ذا جات. يعني ما ينفعش ان احنا من خلال الجهاز الهضمي او جهاز اليورينري ان احنا نعمل تخلص من البيلي روبين ده. اوكي، اللي بيحصل ان انت في حاله لما يكون الليفر موجود وشغال بيحصل بعض الرياكشنز في الليفر بحيث انها تخلي البيلي روبين ده يتحول لحاجه تانية تبقى ووتر سوليبل، وبالتالي تقدر تخرج مع ايه؟ مع اليورين. اوكي، فالنقطه ان احنا لما بيكون في عندنا نيو بورنز وذ اماتيور ليفرز اللي بيحصل ان بيبقى فيه يعني عدم وجود للفانكشن دي، او لو كان في انكريز ريت اوف هيموليسيز يعني الريت بتاع الديد ار بي سيز اللي هو الريت بتاع الجنريشن بتاع الديد ار بي سيز اكتر من الريت اللي بيستوعبه الكبد بتوع الاطفال دول، فبالتالي بيبقى فيه بيلي روبين اكيوميليشن في الجسم بيخلي الجسم يبقى لونه اصفر اللي هو كاركترستيك للجوندس. طب العلاج بتاعه بيتعمل ازاي بقى؟ الناس لاحظت ان when a skin of a newborn with jaundice was exposed to bright light, jaundice went away. يعني في بعض الناس الدكاتره لاحظوا الموضوع ده، كانت ملاحظه observation من الاول خالص، فبعد شويه الناس ابتدت تبص يعني بدقه اكتر شويه لقت ان الفوتونز اوف بلو لايت هاف sufficient energy to convert the bilirubin molecule into more soluble and apparently less harmful forms. اوكي، فمعنى كده لو احنا استعملنا حاجه في البلو اور الالترا فايوليت رينج اللي بيحصل ان احنا بنكسر البيلي روبين ده او بنحوله لحاجه بتخلي الجوندس ده يضيع خالص او بتخلي الجوندس ده يبقى ايه يعني يبتدي يريكفر. اوكي، طبعا لو احنا استعملنا فوتونز بانرجي اقل بنلاقي ان هي مش فيري افكتيف، فمعنى كده احنا محتاجين حاجه يا اما بلو يا اما الترا فايت عشان يبقى الانرجي بتاعتها انف. فالعلاج بقى في الموضوع ده بالنسبه للجينيتال جوندس بيبقى عباره عن حاجه اسمها فوتوثيرابي. ده بيبقى عباره ان احنا بنحط لمبه بتاعت الترا فايوليت راديشن بتبقى فوق البيبي، ودي عاده بتبقى محطوطه فوق الحضانه بتاعت البيبي لان عاده بنتكلم على النيونيتال. في النيونيتال جوندس بيبقى عندنا بريماتيور بيبيز فبيبقوا جوه الحضانه، فيا اما الحضانه نفسها بيبقى فيها الترا فايوليت لامب يا اما بيبقى فيه الترا فايوليت لامب سيبريت بتتحط فوق الحضانه بحيث ان هي تعمل فوتوثيرابي بالنسبه للبيبي. ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، لازم نحط للبيبي حاجه اسمها اي باتشز، يعني نحط حاجه تغمي عين البيبي لان الالترا فايوليت ده ممكن يبقى ضار جدا بالنسبه للعين بتاعه البيبي.